أهلا بكم، تعد الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية هي أسوأ أزمة يمر بها العالم، تقدر خسائرها بأكثر من 12 تريليون دولار حتى الآن. ومع استمرار تلك الأزمة التي من المتوقع أن تطول أكثر من ذلك، قامت الدولة بجهود كبيرة من خلال تنفيذ خطة عاجلة للحد من تأثيراتها. تضمنت الخطة العاجلة خمسة محاور رئيسة تتمثل في تمكين القطاع الخاص ودعم وتوطين الصناعات المصرية مع زيادة الصادرات وتبني خطة واضحة لخفض الدين العام وترشيد استخدامات النقد الأجنبي وتنشيط البورصة المصرية والطروحات وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية. المحور الأول من الخطة يتعلق بتمكين القطاع الخاص ويستهدف زيادة في نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات المنفذة لتصل إلى 65% بحلول عام 2024/2025، كما يستهدف طرح أصول مملوكة للدولة للشراكة مع القطاع الخاص بقيمة 40 مليار دولار خلال أربعة أعوام. واستكمالا للاصلاحات الحكوميه التي تتبناها الدوله اطلقت الحكومه وثيقه سياسه ملكيه الدوله والتي تضم القطاعات والصناعات التي تخطط الحكومه للتخارج منها او زياده حصه القطاع الخاص فيها كما تسهم الخطه في تعزيز ثقه المؤسسات الدوليه بما يجعلها خطه متكامله لتنظيم تواجد الدوله في النشاط الاقتصادي ولبث رساله طمانه للمستثمر المحلي والاجنبي المحور الثاني يتمثل في دعم وتوطين الصناعات المصرية مع زيادة الصادرات من خلال نقل التكنولوجيا الحديثة وما يتضمنه ذلك بالتوازي مع تدريب الكوادر البشرية وتدشين مبادرة إبدأ في دعم الصناعات الوطنية للمساهمة في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة خلال أربع سنوات كما تقدم المبادرة مجموعة من الحوافز منها قطع أراض وإعفاء من الضرائب لمدة خمس سنوات أما المحور الثالث من الخطة العاجلة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، وهو المحور الخاص بخفض الدين العام وترشيد استخدامات النقد الأجنبي. فالدولة بحلول يونيو عام 2027 تستهدف عودة المسار النزولي لنسبة مديونية أجهزة الموازنة أو الحكومة العامة للناتج المحلي مع استهداف خفض المديونية إلى نحو 72.2%، والتوجه نحو ترشيد استخدامات النقد الأجنبي. لدى جميع مؤسسات الدولة من خلال وضع تصور متكامل للسيطرة على الدين العام وجذب الاستثمارات الأجنبية بدلاً من الأموال الساخنة. أما المحور الرابع فهو خاص بتنشيط البورصة وتعزيز الطروحات الحكومية، والذي يستهدف الوصول برأس المال السقي إلى نحو تريليون وستمائة مليار جنيه في عام 2026. فاستراتيجية تنمية سوق المال تتمثل في: زيادة عدد الشركات، والمؤسسات المُقَيَّدة والمُتداولة في السوق، وزيادة عدد الأوراق المالية المُقَيَّدة بها؛ وذلك لرفع درجة السيولة بالسوق، وتنمية جانب العرض في سوق الأوراق المالية وضمن الخطة العاجلة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية يأتي المحور الخامس وهو المحور الخاص بالحماية الاجتماعية حيث تحرص الدولة على إطلاق حزمة حماية اجتماعية استثنائية تستهدف الفئات الأكثر احتياجا وتقديم الدعم المادي الاستثنائي لنحو 9 ملايين و ألف أسرة وتوسيع قاعدة برنامج تكافل وكرامة والذي يستهدف الفئات الأولى بالرعاية وهكذا تمضي خطة الدولة لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية في الوقت الذي خفضت فيه المؤسسات العالمية من معدلات النمو الاقتصادي المتوقعة عالميا لعدة مرات وبشهادة المؤسسات العالمية ذاتها استطاعت الدولة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تتجاوز المرحلة الأصعب من تلك الأزمة من خلال العديد من الخطط والإجراءات لتخفيف العبء على المواطنين ودعم القطاعات الاقتصادية المختلفة.